وصلتنا ورقة صورة من تحويل من سامبا وعليها التوقيع والختم، فيها تحويل ب 500 ألف يورو بتاريخ اليوم إلى كرواتيا زغرب، وطبعا مكتوب ملاحظة أنه هذا فيها رقم البنك الخاص وتوقيع رجاء بس التأكد من عدم عرضها بهالمعلومات. طبعا احنا جتنا فما بدنا نعملها بالجرافيكس، لكن معي على الهاتف الاستاذ ابراهيم البلوي احد المرشحين لرئاسه نادي الاتحاد. مساء الخير استاذ ابراهيم. مساك الله بالنور ومساء الخير لضيوفك. استاذ ابراهيم، هذا التحويل تم اليوم للنادي الكرواتي ولا تم التحويل لوين بالضبط؟ احنا حولنا لنفس النادي الكرواتي اليوم الصباح. يعني كان في اتصال مع المحامي نادي الاتحاد هو اسمه رهوان ديدوس كروسبو بيريس، اسباني الجنسية، هو المحامي نادي الاتحاد، وتتحول المبلغ. وبالنسبة للرئيس النادي تكلمنا معه، وبكرة حيكون من رئيس نادي الاتحاد؟ رئيس نادي الكرواتي. طيب، وبكرة في مندوب للشيخ منصور وصل من ساعة ونص لمدينة سبلت. طبعا مدينة سبلت تبعد عن العاصمة 400 كيلو، أوكي. يمكن 18 ساعة طيران من أمس لليوم. يعني اليوم تبرع الشيخ منصور، لأنه أخوي تركي قضية نادي الاتحاد مع نادي هايدك أخطر قضية، يعني لدرجة تحرم. يعني يمكن وصل والرئاسة العامة عندها خبر أنه يعني خطيرة جدا، وأرسل فيفا خطاب يمكن يجد بديل المشاركة الآسيوية غير نادي الاتحاد لو محل القضية هذه. الشيء الثاني فيها مهدد الاتحاد في الهبوط، فقضية خطيرة جدا جدا جدا، والأخوان كلهم يعني يعرفون. فمن هذا المنطلق تحرك الشيخ منصور، وكان يعني يتحرك من البارح في الليل وقت برنامجك الى اللحظه هذه، حتى انا ما اعرف كيف يعني انه وصلك معلومه منصور حيتحرك حيسدد المبلغ. طيب، السؤال المهم، هذا الموضوع تم مع محامي النادي؟ محامي نادي الاتحاد السعودي. طيب ليش اداره النادي ما عندها خبر؟ ليش المحامي ما تواصل مع اداره النادي؟ الان اخر شيء وصلني قبل الفاصل من اداره نادي الاتحاد يقولون ما عندنا حتى اي ايميل وصلنا من المحامي. لا، غير صحيح. يعني اليوم احنا اتصلنا في تركي باديب وتواصلنا معه. من تركي باديب هذا؟ تركي باديب عضو مجلس اداره في نادي الاتحاد، وهو المسؤول عن ملف القضايا. لحظة بالله استاذ ابراهيم، الحين عضو مجلس الاداره في نادي الاتحاد عنده خبر، ومحامي النادي عنده خبر، وتم التحويل، ورئيس النادي ما يعرف؟ والله يعني هذا الشيء تسأل الرئيس النادي. يعني احنا تواصلنا مع الجميع. طيب، الان الموضوع تم رسمي، من اللي حينهي اجراءات الاتفاقيه؟ مندوب الشيخ منصور في كرواتيا ومحامي نادي الاتحاد. حتى المحامي مستاء، يعني يوم كلم الشيخ منصور تكلمنا معاه كان مستاء جدا من كثرة المواعيد وعدم الالتزام في أي موعد يلتزم معهم. مواعيد من مين؟ كيف؟ مواعيد من مين؟ قضية حكم فيها من كذا شهر. يعني لا، هو مستاء من مواعيد مين؟ مواعيد مجلس إدارة نادي الاتحاد. طيب، عندك شيء ثاني تحب تضيفه أستاذ إبراهيم؟ اي طبعا، يعني اليوم انا اتمنى انه يعني لا تغيب اشياء مهمه وخطيره على نادي الاتحاد مستقبلا، على رئيس نادي الاتحاد عادل جمجوم واعضاء مجلس ادارته. الشيء الثاني انه اتمنى من يعني الاخ علي ذكر انه وهو احد كتاب الرياضيه ومنسوبيها، انه ذكر انه المعلومات اللي صار يعني المعلومات الكاذبه اللي نزلت في الرياضيه قد يكون عادل جمجوم احد مسربينها. فيعني حبيت استوضح بعد يعني امام الراي العام انه احد كتاب الرياضيه يقول انه والله قد يكون عادل جمجوم سرب المعلومات المغلوطه. طيب، يعني تبغى تثبت الحاله يعني تقصد؟ طبعا. قانونيا يعني افهم من كلامك؟ والله قد يكون. طيب، شكرا للاستاذ ابراهيم البلوي المرشح لرئاسه نادي الاتحاد، شكرا جزيلا لك. تحويل رسمي، راح نشيل من التوقيع والأرقام الحسابات، وراح ننزله
جرافيكس في حلقة الغد، منصور حمدان البلوي، تحويل ب 500,000 يورو إلى كرواتيا زغرب، المفاوض موجود، عضو مجلس الإدارة عنده خبر، المحامي عنده خبر، رئيس النادي ما عنده خبر. محمد، ممكن يكون هو ما يبغى أنه يكون عنده خبر في هذا الجانب. أنا يا تركي أقول هذه قصة جديدة، أنا أرى أنه الاتحاد فعلا في هالمرحلة يحتاج إلى وقفة جماعية. حتى المنصور البلوي فعلا وعد وأوفى، لكن كنت أتمنى على الأقل أن ينطلق من خلال القنوات الرسمية، أن يتخاطب مع النادي. احنا نتحمل دائما كل الامور من اجل الاتحاد، وننطلق ولا نظهر بهالصوره فعلا، يعني في صوره ركيكه جدا. تكلم عضو مجلس اداره النادي مسؤول عن النواحي الماليه ومع المحامي. اتكلم مع عادل جمجوم تحديدا، هو الرئيس المكلف الان، وان كان هناك عنده، انا من وجهه نظري لا اؤيد ان يتواجد هذا النادي على راس الهرم الاتحادي، لكن ايضا كنت اتمنى انه الدكتور خالد مرزوق يكون متواجد فيه، يكون يعني حلقه وصل ما بين الاداره وبين اعضاء الشرف، ويعمل على الاقل عمليه نوع من التوازن ما بينهم. هذه الأمور يتركي بأمانة، ما يهمني في الأمر هو فعلا أن يحترم تاريخ نادي الاتحاد، وأن ما يتواجد فعلا فيه الآن هو أمر لا يليق إطلاقا بنادي فعلا يعني يستحق كلمة مونديال. يعني علي، إيش رأيك في اللي صار؟ تحويل والمحامي وعضو مجلس الإدارة اللي عنده خبر، والإدارة تقول ما عندنا أي خبر. إضافة، أنا بنظر لها من زاوية معينة، أنا أعتقد أنها إضافة جديدة تسجل المنصور البلوي، لأنه بدأ بالفعل يدعم الجول بالفعل. إذا صحت يعني هذه المعلومات أن هناك رغبة جامحة لدى منصور بتسديد هذه المبالغ وإنهاء هذا الملف وإغلاقه، فأنا أعتقد أنها إيجابية وإضافة جديدة سيكسب بها قلوب كافة الاتحادية. هذا جانب. الجانب المعني بموضوع الرياضية، تركيا يعني كلامي كان واضح ولا أعتقد أنه يحتاج إلى يعني معادلة لوغاريتمية حتى يصعب تعقيدها وتحتاج إلى خبراء. أنا قلت اجتهاد صحفي محرر في مطبوعة سواء الرياضية أو غير الرياضية قدم هذه المعلومات، هذه المعلومات المعني فيها إدارة نادي الاتحاد المؤقتة، وقلت ربما حطها بين قوسين أنه يكون هناك محاولة تسريب إن كان من عادل جمجوم. طيب، أو من أي شخص آخر. إيش موقف الإدارة الاتحادية اليوم؟ إيش موقف الإدارة الاتحادية اليوم بعد هذا الموضوع، بعد هالتحويل، بعد علم عضو مجلس الإدارة، علم المحامي، والإدارة تقول ما تعرف شيء؟ للأسف في تركيا أنا ما كملت اللي هو أيضا أخذها، أنه عادل جمجوم للأسف الشديد إذا صحت هذه المعلومات اللي سمعناها الآن من إبراهيم البلوي أنه أخذ الجانب، وإحنا أشدنا على فكرة ما هو تنازل عن إشادتي في عادل جمجوم، لكن الآن هذا الأمر برضو بكل شجاعة أقول إذا صحت هذه المعلومات فعادل جمجوم للأسف الشديد بات يعني يحول هذه القضايا داخل نادي الاتحاد بأساليب شخصنة واضحة ومكشوفة. إذا فعلا صدقت هذه الأقاويل اللي تحدث فيها إبراهيم البلوي أنه إدارة نادي الاتحاد، والرجل تحدث وقال أنه باديب عضو مجلس الإدارة والمعني بملفات القضايا الاتحادية عنده خبر ومطلع، إذن كان يفترض على رئيس نادي الاتحاد بكل شفافية أن يظهر ويوضح أنه نعم في هناك صلة تواصل مع منصور البلوي في هذا الجانب. ليش تخفي معلومات وهي واضحة للعيان وباينة؟ إذا كان عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد اللي هو أحد فريق العمل المساند لعادل جمجوم موجود وعنده خبر، إلا إذا كانت المعلومة خاطئة يظهر الآن باديب ويقول لا ما عندي خبر عن هذه المعلومات، وبالتالي ينصف عادل جمجوم ويدان إبراهيم البلوي. لكن أنا أنظر لها في بكافة التفاصيل أنه عادل جمجوم بدأ بالفعل يتخذ الجانب الشخصي مع منصور البلوي، وهذه بصراحة ما حتخدمه. إذا كانت هذه الحقائق الأمور اللي سمعناها من إبراهيم البلوي حقيقة، فأنا أعتقد أنه بدأ عادل جمجوم يتعامل بشخصنة المواضيع، وهذه لا تخدمه وأيضا لا تخدم نادي الاتحاد. طيب، أتمنى من أحد في إدارة الاتحاد الداخل ويشرح لنا إيش اللي صاير. أتمنى أحد يقولنا وش اللي صاير. هذا التحويل موجود، المحامي يعرف، عضو مجلس إدارة يعرف، في واحد موجود هناك من 18 ساعة، والقضية قربت على الانتهاء، لازم أحد يعرف. إذا الإدارة ما تعرف هذه مشكلة، وإذا كان زي ما قال محمد السويلم أول ما حنو يمكن الإدارة تعرف بس تبغى تبين أنها ما تعرف، ما ترغب تعرف، هذه مشكلة أكبر بكثير. نتمنى أنه أحد من إدارة الاتحاد يدخل ويشرح لنا في هالجزئية، ما راح نسأل في أشياء ثانية، يعني مثلا ما راح نسأل في 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 مواضيع أخرى، راح أسأل في هالموضوع وبس، بس يا ريت أحد يرد.